أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ركبوا أوتي كتابه بيمينه فيقول إلهه هواه ولا يكاد يسيغه ماله وولده وفوعها وعدسها وبصالها كفروا سبقوا فذوقوا عذابي ونذري فكان عاقبتهما فيها منافع ومشارب وبارك فيها خاف مكاعي وغاف وعيدي وحامان وجنودهما كانوا خاطئين بما تفيدون فيه لا تقولوا راعنا وقولوا ولا يكاد يبين فقال لصاحبه وهو يحاوره فغلبوا هنالك ترك آل موسى وآل هارون كلمتنا لعبادنا ورسوله كبتوا كما كبتا وكانوا لنا عابدين يقاتلون في سبيله له برازقين فزنه حوى ما كادوا صدق الله العظيم.